النشاط الثالث، kegiatan ketiga. الحوار، percakapan. استمعي واقرأ. Dengarkanlah percakapan berikut ini dan bacalah. يتكلم حسين وبعض أصدقائه مع أستاذهم عن الحفل هذا اليوم. نحن نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. نعم، نحتفل به هذا اليوم. ماذا عملتم قبل هذا الحفل؟ اجتمعنا لنوزع الأعمال على أعضاء اللجنة. كنت رئيس اللجنة، وكان حسن سكرتير اللجنة، وكانت عائشة أمينة الصندوق، وكان بعض الأصدقاء الآخرين أعضاء في اللجنة. وماذا عملت يا فريدة قبل هذا الحفل؟ أنا وزينب وأمينة أرسلنا بطاقة الدعوة إلى المدعوين والمدعوات. من الذي نظم الكراسي في مكان الحفل؟ يوسف ورضوان نظم الكراسي في قاعة المدرسة، وكانوا مجدين في تزيين مكان الحفل بالأزهار الجميلة. من سيلقي المحاضرة الدينية في ذلك الحفل؟ سيلقيها الأستاذ عبد الرحمن من سورابايا. ما موضوع المحاضرة؟ الحكم المأخوذة من ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. سوف يستمع التلاميذ إلى المحاضرة باهتمام كبير.